مرحبا بكم في البرنامج التعليمي المنطوق على ليبر أوفيس رايتر، استخدام خاصية إيجاد واستبدال وخاصية التصحيح التلقائي في رايتر. في هذا البرنامج التعليمي سنتعلم الآتي: إيجاد واستبدال، التدقيق الإملائي، التصحيح التلقائي. هنا نستخدم أوبونتو لينكس 10.4% كنظام التشغيل الخاص بنا وليبر أوفيس سوت نسخة 3.3.4. والآن لنبدأ بالتعلم عن زر إيجاد واستبدال في رايتر. إنها تبحث عن نص أو تستبدل نصا في المستند بأكمله. دعنا نتعلم المزيد عنها بمثال. لذا أولا افتح ملف resume.odt الخاص بنا، والآن اضغط على خيار تحرير ثم اضغط على إيجاد واستبدال. بالتناوب اضغط على الزر في شريط الأدوات القياسي. سترى مربعا حواريا يظهر به حق ابحث عن واستبدل به. ادخل النص الذي تريد البحث عنه في حق ابحث عنه. على سبيل المثال علينا أن نبحث عن كل الأماكن التي كتب بها راميش في المستند. لذا اكتب راميش في حق ابحث عنه. والآن اضغط على إيجاد الكل. سترى أن جميع الأماكن التي كتب بها راميش في مستندنا تم تضليلها. ادخل النص الذي تريد استبداله في حق استبدل به. على سبيل المثال نريد أن نستبدل راميش بمانيش في مستندنا، لذا اكتب مانيش في تبويب استبدل بي. والآن اضغط على استبدال الكل. استطاع أن كل مكان مكتوب به راميش في المستند تم استبداله بمانيش. في أسفل المربع الحواري نرى زر المزيد من الخيارات، اضغط عليه. يحتوي زر المزيد من الخيارات على قائمة خيارات إيجاد واستبدال محددة. إنها تحتوي على خيارات مثل إلى الوراء التي تبحث عن النص بداية من أسفل إلى أعلى، والجزء المحدد فقط الذي يبحث عن النص داخل الجزء المحدد من النص. وبها خيارات متقدمة أخرى مثل التعبيرات العادية والبحث عن أنماط والمزيد. يوجد ثلاثة خيارات أخرى على الجانب الأيمن من المربع الحواري، وهم رموز وتنسيق وبدون تنسيق. إنهم يقدمون مستخدمين مع أنواع متعددة من خيارات إيجاد واستبدال المتقدمة. لنغلق هذا. سنتعلم المزيد عنهم في المزيد من البرامج التعليمية المتقدمة. بعد التعلم عن خاصية إيجاد واستبدال، سنتعلم الآن كيفية مراجعة الإملاء في LibreOffice Writer باستخدام التدقيق الإملائي. يستخدم التدقيق الإملائي لمراجعة الأخطاء الإملائية في المستند بأكمله أو الجزء المحدد من النص. يبدأ التدقيق الإملائي عند الموضع الحالي للكيرسر ويتقدم إلى نهاية المستند أو الجزء المختار. يمكنك بعد ذلك اختيار الاستمرار في التدقيق الإملائي من بداية المستند. يبحث التدقيق الإملائي عن الأخطاء الإملائية في الكلمات ويمنحك اختيار إضافة كلمة غير معروفة إلى قاموس المستخدم. لنتعلم كيفية تنفيذه. إن خاصية التدقيق الإملائي مختلفة لكل لغة. على سبيل المثال اضغط على خيار أدوات في شريط القوائم ثم اضغط على خيارات. في المربع الحواري الذي يظهر اضغط على خيار إعدادات اللغة، وفي النهاية اضغط على اللغات. أسفل خيار واجهة المستخدم تأكد أن الخيار الافتراضي هو English USA، وأسفل ذلك اضغط على السهم المتجه لأسفل في حق إعدادات الموقع ثم اضغط على خيار English USA. والآن أدنى عنوان اللغات الافتراضية للمستندات، مجموعة اللغات الافتراضية في الحق للغربي هي English India. ولأن English India ربما لا يحتوي على القاموس الذي يحتاجه التدقيق الإملائي، فسوف نقوم بتغيير اللغة إلى English USA. لذا اضغط على السهم المتجه لأسفل في الحقل الغربي ثم اضغط على خيار English USA. في النهاية اضغط على زر موافق. لذا نحن الآن على استعداد لرؤية كيف تعمل خاصية التدقيق الإملائي على اللغة English USA. لاستخدام خاصية إملائي ونحوي، تأكد أن خيار التدقيق الإملائي التلقائي مفعل. لذا لنضغط على زر التدقيق الإملائي التلقائي في شريط الأدوات إذا لم يكن مفعلا. في ملف resume.odt الخاص بنا أسفل Mother's Occupation علينا أن نكتب خطأ إملائيا ب
housewife في الجملة ك housewife ونضغط على متاح المسافة. سترى أن الخط الأحمر يظهر أسفل الكلمة الخاطئة. والآن أشر بالكرسر على كلمة housewife واضغط على أيقونة إملائي ونحوي في شريط الأدوات القياسي. لذا سنرى الكلمة في حقل ليست في القاموس. تظلل الكلمة الخاطئة باللون الأحمر، ويوجد العديد من الاقتراحات للكلمة الصحيحة في مربع اقتراحات، حيث يمكنك اختيار الكلمة الصحيحة منه. في مربع الاقتراح اضغط على كلمة housewife ثم اضغط على زر تغيير. اضغط على موافق في المربع الحواري الصغير الذي يظهر. يمكنك رؤية أن الإملاء الصحيح يظهر الآن في المستند. لنتراجع عن التغييرات. لنتعلم الآن عن شريط أدوات قياسي آخر يسمى التصحيح التلقائي. إن خاصية التصحيح التلقائي هي امتداد للتدقيق الإملائي. يوجد التصحيح التلقائي في القائمة المنسدلة من خيار تنسيق في شريط القوائم. يقوم التصحيح التلقائي بتنسيق الملف تلقائيا تبعا للخيارات التي تختارها. تختار هذه الخيارات بالضغط على خيارات التصحيح التلقائي. سوف يفتح المربع الحواري للتصحيح التلقائي. تقوم خاصية التصحيح التلقائي بتصحيح تلقائي للنص كما تكتبه أنت. تكون التصحيحات تبعا للخيارات التي قمت باختيارها في تبويب خيارات. يوجد العديد من خيارات التصحيح التلقائي مثل حذف المسافات في نهاية وبداية الفقرة وتجاهل المسافات المزدوجة والمزيد. لذا هيا نرى كيف تعمل من خلال مثال. في ملف زيوم الخاص بنا علينا كتابة نص ما يحوي مسافات فردية بين الكلمات في قليل من الأماكن ومسافات مزدوجة وثلاثية بين الكلمات في أماكن أخرى. اختر النص بأكمله الآن. اضغط على زر تنسيق في شريط القوائم. ثم اضغط على تصحيح تلقائي في القائمة المنسدلة. وفي النهاية اضغط على خيارات التصحيح التلقائي في القائمة الفرعية. اضغط على تبويب خيارات. والآن اختر تجاهل المسافات المزدوجة واضغط على زر موافق. النص التالي الذي تكتبه يمنعك تلقائيا من كتابة مسافات مزدوجة بين الكلمات. لنؤشر بالكرسر بعد اسم مانيش. الآن اضغط مرتين على مفتاح المسافة بلوحة المفاتيح. ستلاحظ أن الكرسر يتحرك مسافة واحدة فقط ولا يسمح بمسافات مزدوجة في النص. بعد المسافة الفردية اجعل الكونيا كومار. لدى التصحيح التلقائي القدرة على استبدال كلمة أو اختصار بنص أكثر أهمية أو أطول. إنه يحفظ محاولة الكتابة عن طريق إنشاء اختصارات للكلمات الطويلة. على سبيل المثال، في ملف resume.odt الخاص بنا، ربما يوجد مجموعة قليلة من الكلمات أو الكلمة التي تستخدم بشكل متكرر في المستند. يمكن أن تكون هذه الجمل أو الكلمات ثقيلة عند كتابتها مرة بعد مرة. لنقل إننا نريد كتابة النص، هذا مشروع تعليمي منطوق بشكل متكرر في مستندنا. ثم يمكننا إنشاء اختصار سيحوله تلقائيا إلى النص الذي نريد. لذا لنرى كيف سيتحول اختصار مثل STP إلى مشروع تعليمي منطوق. والآن اضغط على خيار تنسيق في شريط القوائم ثم اذهب إلى خيار التصحيح التلقائي ثم اضغط على خيارات التصحيح التلقائي. في المربع الحواري الذي يظهر اضغط على تبويب استبدال. اختر أن تكون English USA هي اختيارنا للغة. والآن في حقل استبدال لنكتب الاختصار الذي نريده STP. وفي حقل B نكتب النص المستبدل مشروع تعليمي منطوق. اضغط على زر جديد في المربع الحواري. سترى أن الإدخال يتم في جدول الاستبدال. والآن اضغط على زر موافق. الآن بينما نكتب النص هذا STP ونضغط على مفتاح المسافة، ستلاحظ أن الاختصار STP قد تحول إلى مشروع تعليمي منطوق. هذه الخاصية مفيدة جدا عندما يتم تكرار نفس النص مرات عديدة في المستند. لنتراجع عن التغييرات. هذا يذهب بنا إلى نهاية هذا البرنامج التعليمي المنطوق على LibreOffice Writer.
للتلخيص تعلمنا عن الإيجاد والاستبدال، التدقيق الإملائي، التصحيح التلقائي، مهمة شاملة. اكتب النص التالي في رايتر: هذا مستند جديد. تعامل المستند مع البحث والاستبدال. الآن ابحث عن واستبدل كلمة مستند في نصك بكلمة ملف. استبدل كلمة نص في مستندك بالإملاء TXT. استخدم خاصية التصحيح التلقائي لتصحيح إملاء نص. استخدم English USA كلغتك الافتراضية. استخدام خاصية التصحيح التلقائي: إنشاء اختصار لنص، هذا LibreOffice Writer ك TLW وشاهد تنفيذه. شاهد الفيديو المتاح على الرابط التالي، إنه يلخص المشروع التعليمي المنطوق. إذا لم يكن لديك نطاق ترددي جيد يمكنك تحميله ومشاهدته. فريق مشروع البرنامج التعليمي المنطوق ينفذ ورشات عمل تستخدم البرامج التعليمية المنطوقة ويمنح شهادات للذين يجتازون اختبارا على الإنترنت. للمزيد من التفاصيل من فضلك راسل contact@spoken-tutorial.org. البرنامج التعليمي المنطوق هو جزء من مشروع تحدث إلى معلم، تدعمه البعثة الوطنية المعنية بالتعليم من خلال ICT-MHRD حكومة الهند. المزيد من المعلومات متاحة على spoken-tutorial.org/meict-intro. قد شارك في هذا البرنامج التعليمي كمترجم الدكتور سيد محمد مجتبى حسين والفنان الصوتي إيمان داود.